إذن مشاهدي محمد يبريس، السلام عليكم في هذه النشرة الإخبارية. إذن نبدأ بالعناوين. أسرة بن محمدية تشتكي فساد لحوم عيد الأضحى، ورئيس المجلس البلدي للمحمدية يعطي أوامره للتحقيق في القضية. شخصية وازنة بالرباط تورطت في لقطات سادية في صالون في المحمدية. توقف لاسمير يكبد خزينة المغرب أزيد من 39 مليار دولار. إذن نبدأ بالحدث الأبرز في هذه النشرة الإخبارية. إذن كيف ما كتعرفوا قبل حوالي ساعة عملنا واحد التحقيق مباشر من منزل الأسرة بالمحمدية اللي اكتشفت لحم عيد الأضحى جد فاسد وغير صالح طبعا للأكل. وعملنا هذا الروبورتاج هذا بحضور رب الأسرة لكي ندد ويستنكر هذا العملية هذه اللي قاموا بها بعض بائع اللحوم بالسوق بيع الأكباش بالحسنية. إذن نستمع البعض اللقطات من الفيديو المباشر. الحمد لله أنا ما درناش اليوم، عاد كنا غادي ناكلوه زعما. ايوا دابا كلشي غادي نتلوحو، دابا كلشي غيتحاش حاجه ما تبقى لا راس لا العين لا حاجه، كلشي حاجه ما غتبقى كلشي. سميتو المصلحه ديال الحفظ المحمديه طبعا مشيتي ليها الاخ، مشي اتصلت بجمعيه المستهلك بار تليفون، قلبت عليها في الانترنت. المهم الله يجازيك بخير، عيط ليا صارتني للمكتب الصحي. ايه مشيت للمكتب الصحي قال لي حنا ما مسؤولينش على شي ديال اللحم. خليك معنا معنا مكالمه. الو السلام عليكم، عندك شي تدخل بخصوص هذا الموضوع؟ اذا في نفس هذا السياق اتصلت محمد يبريس عبر مكالمه هاتفيه من احد المواطنين الذي هو ايضا تعرض لهذه المشكله، حيث انه وجد لحم العيد فاسدا. وقبل قليل أيضا اتصل بنا من هنا من استوديو محمد يبريس أحد المواطنين الذي أيضا وجد لحم العيد يعني في حالة جد فاسدة ولا تصلح للأكل. رئيس المجلس البلدي للمحمدية السيد حسن عنترة بمجرد علمه للحادث وشاهده عبر محمد يبريس اتصل بالجريدة مستفسرا عن الحادث. نأخذ هذه المكالمة الهاتفية ونتابع الخبر. إذن طبعا نحن نتلقى عدة مكالمات بهذا الموضوع. قلت رئيس المجلس البلدي استفسر حول هذا الموضوع وطلب بالرقم الهاتفي لرب الأسرة، وأبلغنا أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة بهذا الشأن. إذن كما شاهدتم في صور هذا الحادث اليوم الذي عرف مشاهدة كبيرة، إذن كما تشاهدون صور للحم عيد الأضحى يعني في حالة يعني لا تليق طبعا بالأكل، وهاد الناس هادو اللحم كله يعني أرموه في الزبالة لأنه لا يصلح ويسبب ضررا بالنسبة لهم. إذن نتابع هذه النشرة الإخبارية من محمدية بريس بخبر آخر، وهو أن شخصية وزنة بالرباط تورطت في لقطات سادية في صالون بالمحمدية، حيث اهتزت مدينة المحمدية نهاية شهر غشت على وقع فضيحة أخلاقية. بدأ كل شيء عندما اختفت فتاة من منزل أسرتها لمدة شهرين دون أن ترد أي أنباء عنها، والغريب أنها حينما ظهرت كشفت عن أشياء خطيرة لها ولأسرتها، وهي تؤكد لهم أنها كانت رهينة شبكة للدعارة استغلتها واحتجزتها طيلة هذه المدة لتلبية رغبات زبناء ساديين وبعضهم من أثرياء المغرب.
يتعلق الأمر بصالون لتدليك بيّنت الكاميرا أن زبنائه من علية القوم يؤكد موقع أكتيال ماروك نقلا عن فبراير موقع فبراير الذي نشر الخبر أيضا. فهل يكشف التحقيق عن أسماء مجرد ظهورها في صالون التجميل والتدليك سيربك الكثير من الأرقام في معادلات الثراء والغنى وعلاقته بالسادية؟ إذن موضوع آخر في هذه النشرة الإخبارية، توقف شركة لاسامير يكبد خزينة المغرب أزيد من 39 مليار دولار، حيث ساهم توقف مصفى تكرير النفط لاسامير في المغرب بلوغ فاتورة المحروقات مستويات عالية أدت إلى تدهور عجز الميزان التجاري، وارتفعت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 33.4% لتستقر في حدود 39 مليار دولار حسب إحصائيات رسمية. إذن كنت معنا في هذه النشرة الإخبارية من محمدية بريس، ونعود إلى العناوين. أسرة بالمحمدية تشتكي فساد لحوم عيد الأضحى، ورئيس المجلس البلدي للمحمدية يعطي أوامره للتحقيق في القضية. شخصية وازنة بالرباط تورطت في لقطات سادية في صالون بالمحمدية. توقف لاسامير يكبد خزينة المغرب أزيد من 39 مليار دولار. إذن إلى اللقاء.